موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، توجه الوزير الأول نذير العرباوي اليوم إلى جمهورية غانا للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الذي ستجري أشغاله بالعاصمة أكرا. الاجتماع رفيع المستوى سيخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلام والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري. في ملف رئاسية 7 سبتمبر المقبل، تتواصل عمليات معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية إلى أجل أقصاه 25 جويلية الجارية، حيث استقبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 16 راغبا في الترشح أو دعوة لدى رئيس السلطة ملفات ترشحهم. هذا وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويشمل القرار كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري والتي تملك ترخيصا قانونيا، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونيا من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت. كما يحدد القرار أيضا كيفية تغطية نشاط المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي. فبمقتضى هذا القرار تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما يتجسد عبر عدة نقاط، أهمها أن يكون التعبير المباشر حصريا عنوان مهام المرفق العمومي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل. كما يتعين أيضا الإنصاف في المشاركة في الحصص المبرمجة والتوقيت المخصص للمترشحين أو ممثليهم للتعبير من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية، وكذا في معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية، وأيضا من حيث الحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح. كما تلتزم وسائل الإعلام المعنية بضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية. وتشمل هذه القواعد أيضا احترام الحياة الخاصة للأشخاص أقول وصون كرامتهم، وكذا الالتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة. اجتمع اليوم المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين لدراسة عدد من النقاط التي تتعلق بإعداد دليل لممارسة أخلاقيات مهنة الصحافة خلال العملية الانتخابية. هذا الدليل يعد تثمينا للالتزامات وقواعد حددتها السلطة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قوانين الإعلام وقوانين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعية البصري وأخلاقيات المهنة.
في قطاع السكن، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس في بيان لها عن توقيف عملية التسجيل في برنامج عدل 3 بغية دراسة طلبات الاكتتاب التي بلغت 1,440,340 طلبا. الوزارة أبرزت أن عملية التسجيل في برنامج عدل 3 ستستأنف مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب. دوليا، أكدت مجموعة التضامن مع الشعب الصحراوي الألمانية ببرلين توسيع نطاق تضامنها مع القضية الصحراوية وتوظيف الدعم الشعبي للتأثير على مواقف المشرعين والعمل مع الهيئات الاتحادية والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة ووسائل الإعلام، بما يسهم في كسر الحصار السياسي الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربية، وكذا العمل على تعزيز الحملات المناهضة لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإخضاع الشركات الألمانية المتورطة إلى المحاسبة بما يجبرها على وقف استثماراتها غير المشروعة في الأراضي المحتلة. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني لليوم 88 بعد 200 على قطاع غزة، حيث استشهد 25 فلسطينيا وأصيب العشرات بين الليلة الماضية واليوم في قصف استهدف منازل في جباليا ونصيرات والبريج. كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثفة لمخيمات النازحين بقطاع غزة. هذا وأثار قرار محكمة العدل الدولية الذي عد احتلال الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية غير شرعي، مع الإقرار بوجوب إنهائه فورا وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم، أثار ردود فعل واسعة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه سيحيل بشكل عاجل الرأي الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت من جهة أخرى مشورة المحكمة حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في غزة. ختام الموجز، شكرا على كرم الأصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.